شوارع تل أبيب هذا الجمعة شهدت المسيرة السنوية للمثليين. عشرات الآلاف من المثليين والمتحولين جنسيا وغيرهم من المتضامنين معهم جابوا شوارع تل أبيب، وقد أشارت بعض التقديرات إلى مشاركة حوالي 200 ألف شخص في هذه المسيرة مقارنة ب 180 ألف شخص شاركوا فيها العام الماضي. المسيرة هذا العام ركزت على رفع راية حقوق النساء المثليات ومساوتهن بالرجال، إلا أن جزءا من نشطاء مجتمع LGBT للمثليين اعتبر أن إسرائيل تستعمل هذه المسيرات لأغراض سياسية واقتصادية، وأبرز في هذا السياق الميزانية التي خصصتها الحكومة في حملة ترويجية لهذا الحدث والتي تعادل عشرات أضعاف المساعدات التي يحصل عليها مجتمع LGBT للمثليين.